ننتقل الآن إلى الأمثلة جيم. تأمل الأمثلة الآتية ثم نفذ الأنشطة المرافقة لها. والله ما سكت مظلوم عن حق. نريد أن نتعرف إلى الجملة التي ورد فيها التوكيد ونوع الفعل الذي ورد فيها، هل هو مثبت أم منفي، بالإضافة إلى زمن الفعل والمؤكدات التي ذكرت في الجملة. نعم يا بتول، الجملة هي ناسي. والله ما نعم، فعل مثبت أم منفي؟ منفي. نروح لفين سكوتو؟ أين فين سكوتو؟ نعم، ما هي المؤكدات التي استخدمها هنا؟ والله القسم وإجت ما نافي. نعم، إذن الجملة هي والله ما سكت مظلوم، الفعل الذي ورد فيها سكت ما سكت ونوعه منفي، وزمن الفعل ماضي، أما المؤكدات التي استخدمت فيها فهي القسم. قال الشاعر: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول وقد قيل. طيب تفضل يا سامية. أنزل شعر البيت. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. الفعل هو قيل. نعم، الزمن هو ماضي مبني قيل. نعم، ما المؤكدات التي ذكرت في ماضي. الجملة؟ المؤكد هو قد. نعم، إذن الجملة هي قد ما قيل، نوع الفعل الذي ورد فيها هو فعل مثبت وزمنه ماضي والمؤكدات هي قد. تعالى: ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل. نعم يا بتول. لقد هون عن الجمل القسم. لقد. نعم، والفعل مثبتة والفعل ضربنا. نعم، والمؤكدات. المؤكدات القسم هو لقد. نعم، القسم المقدر، اللام الواقع في جواب القسم وقد. نعم، أحسنت يا بتول. الآن نريد أن نؤكد هذه الجمل بمؤكدات الفعل الماضي التي يؤكد الفعل الماضي. إذن نستنتج أن الفعل الماضي يؤكد بالقسم الظاهر إذا كان منفيا، ويؤكد باللام المقترنة بقد إذا كان مثبتا. ننتقل لنطبق في توكيد هذه الجمل مستوفيا مؤكدات الفعل الماضي. ما تخاذلنا عن القيام بالواجب، هل الفعل مثبت أم منفي؟ وما هو المؤكد المناسب؟ الآن نطبق القاعدة على هذه الجمل، والسؤال يقول: أكد الجمل الآتية مستوفياً مؤكدات الفعل الماضي. في الجملة الأولى: ما تخاذلنا عن القيام بالواجب، هل الفعل هنا مثبت أم منفي، وما هو المؤكد المناسب له؟ نعم يا بتول. يعني هون منفي والمؤكد لازم يكون قسم ظاهر. نعم، ماذا نقول؟ بصير إذا قلنا وتالله ما تخاذلنا عن القيام بالواجب. أحسنتي، يجوز أن نقول تالله ما تخاذلنا عن القيام بالواجب، أو والله ما تخاذلنا عن القيام بالواجب، أو يمينا ما تخاذلنا عن القيام بالواجب، أي اسم من أسماء القسم يجوز استخدامه، طبعا القسم الظاهر. في المثال الثاني: ساهمنا في بناء الوطن، ما هو المؤكد المناسب للفعل في هذه الجملة؟ نعم يا أحمد. أنسي منقول لقد ساهمنا في بناء الوطن.
إذن الفعل هنا هل هو مثبت أم منفي؟ أنسي مثبت. إذن الفعل مثبت، ما يناسبه هو استخدام قد المقترنة عفوا باللام هنا، لقد ساهمنا في بناء الوطن. في الجملة الثالثة، انتسبنا إلى الجمعية العلمية. يا سامية، ما نوع الفعل وما هو المؤكد المناسب له؟ أنسي قد انتسبنا إلى الجمعية العلمية السورية. أنسي لأن هون مثبت. إذن الفعل هنا مثبت ويناسبه استخدام قد والتي تقترن بها لام القسم. نقول قد انتسبنا إلى الجمعية العلمية أو لقد انتسبنا إلى الجمعية العلمية.